ولهذا المصنف سيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في هذه الحكمة الطويلة يتعجب ويتساءل من عشرة وجوه متعجبا في كل واحدة منها لظهوره سبحانه وتعالى في خفائه وهو الظاهر والباطن كما بينا فيما سبق. فإذا يتعجب لظهوره عند العارفين والموحدين ولخفائه عند الغافلين وعند من؟ عند الجاهلين لمقام التوحيد. فلهذا يتعجب ويسأل كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ماذا قال؟ ظهر لكل شيء سبحانه وتعالى. وقد انتهينا بحمد الله من الكلام ما يتعلق بهذه الحكمة بيانا وشرحا وما فيها من الأنوار والأسرار والأحكام على قدر المستطاع وبما فتح الله عز وجل به الوهاب الفتاح سبحانه وتعالى. وأشرنا إلى بعض الآيات التي ينبغي أن تفهم في هذا السياق كقوله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. ألم ترى قلنا بأن المقصود بالرؤية الرؤية القلبية وتدخل فيها ضمنا الرؤية البصرية. فإذا رؤية البصر تتعلق بالقلب ورؤية البصيرة تتعلق بالقلب، فأعين القلب هي البصيرة وأعين القلب هما العينان. فلهذا عندما قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء، ألم ترى فضله وإحسانه وإكرامه وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى قهره وعظمته وقوته سبحانه وتعالى. فإذا انتهينا بحمد الله عز وجل من هذه الحكمة ورأينا آيات الله عز وجل الكونية والتكوينية والقرآنية كما سبق بيانه وتفصيله. ولهذا سيدي ابن عطاء الله السكندري ينتقل بنا إلى فقرة أخرى في نفس الحكمة متسائلا ومتعجبا، أم كما في نسخة وسقطت في نسخة أخرى، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء. كاين بي وكاين في بعدها في الفقرة الثالثة فيه. إذا هو قال بي لأن لكل كلمة دلالة. إذا عندنا بي كل شيء ثم في بعدها. نعم. هكذا الحكمة. ولا بد أن نقف عند دلالات الكلمة لأنها تعبر عن المضمون وعن المفهوم. لاحظنا مثلا وهذا مهم في معرفة اللغة العربية وأسرارها وفي معرفة دلالاتها وسياقاتها وحتى ما يتعلق بالحروف، ولهذا علماء الأصول خصصوا فصولا وأبوابا لمعاني الحروف، مع أن علماء الأصول ليس من تخصصهم ولا من مضمونهم وموضوعهم أن يبحثوا في معاني الحروف، لكن هذه المعاني تتعلق بالأحكام الشرعية وباستنباط الأحكام. لاحظنا مثلا إذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت، إذا أخذنا الكلام على ظاهره قد أخذ به الظاهرية، فإذا قرأت القرآن، إذا انتهيت من قراءة القرآن فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا غير مقصود. لهذا العرب تقول افعل افعلت وتفعل، ولهم في ذلك ثلاثة أوجه: أن يكون مقصودهم وقوع الفعل بعد التلبس أو قبل التلبس بشيء، وأن يكون مقصودهم أثناء التلبس بشيء، وأن يكون بعد الفعل. كيف؟ في الوجه الأول يقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعيذ، أي إذا أردت قراءة القرآن فعليك أن تستعيذ بالله. فإذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. فإذا المقصود أن تفعل الفعل قبل التلبس به. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى آخر الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، إذا أردتم، إذا قصدتم الصلاة فاغسلوا كذا إلى آخر، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. إذن من هنا استنبط العلماء النية في فرائض الوضوء، لأن القيام الذي جاء في الآية لا يؤخذ على ظاهره، لا يمكن الإنسان أن يتوضأ حال قيامه للصلاة، هذا لا يمكن. والذي يمكن هو
الإرادة والقصد لهما النية. إذا أردتم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إذا أردتم الصلاة، من هنا كانت النية واجبة. فلهذا تدرج بين سيدي بن عطاء الله السكندري. أما الوجه الثاني تقول مثلا إذا قرأت القرآن فرتل، إذا قرأت القرآن فرتل، أي رتل أثناء قراءتك للقرآن. إذا انتهيت من الصلاة فأتيني، أي بعد نهاية الصلاة. فلهذا لا بد أن نعتني اعتناء عظيما بدلالات الألفاظ. من هنا سيدي بن عطاء الله السكندري وهو يتفنن ويتعجب ويستعمل هذه الألفاظ، عسى أن يوصل حلقته إلى هؤلاء الذين غفلوا عن الله ولم يروا الله سبحانه وتعالى الظاهر في هذه الكائنات وفي هذه الموجودة. فالله تعالى ظاهر للعقول وللقلوب والبصار والبصائر لمن تأمل وتدبر. فلهذا قال كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر بكل شيء بباء الجر. نعم، فإذا الله سبحانه وتعالى الظاهر من أسمائه، من أسماء الحسنى الظاهر، فلا وجود لشيء مع وجود الله. في الحقيقة عند أهل الله تعالى لا وجود لشيء مع وجود الله تعالى، فكيف يحجبه شيء والأصل لا شيء؟ إذن كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر بكل شيء؟ كيف ما كان هذا الشيء لا يمكن أن يحجب الله سبحانه وتعالى الظاهر والأصل لا شيء؟ الله قل ودر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ الكمال. أما الله سبحانه وتعالى هو الباقي. ولهذا تذكرنا أن البعض أرجع الحكمة كلها إلى ماذا؟ إلى المعرفة وإلى الوجود وإلى خصائص هذا الشهود. إذن عندنا المعرفة وعندنا الوجود وعندنا النفس البشرية التي ورد تزكيتها بهذه المعرفة. هذه خلاصة الحكم العطائية. وقد أشرت كذلك هذا من باب التذكير إلى محاورها. ما من مرة قلنا بأن محاور الحكم لا تخرج عن خمسة. أولا عن منازل السائرين، وكذلك عن آداب السلوك، وعن نهج المجاهدة، وعن أصول التزكية، وعن خصائص المعرفة الشهودية. ولهذا بعض علمائنا قسموا هذه الحكم، فالحكم لها خريطة وصاحبها له منهج في تسليك العباد إلى الله تعالى. بينا بأن الشيوخ من مقاصدهم أن يسلكوا العباد، يسحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه. فإذا غاية أن يوصلك إلى معرفة الله، إلى شهوده، وأن توحده حق التوحيد. فإذا سلك مسلكا عجيبا هذا الرجل، حتى نستحضر هذا المعنى وكي لا نتوهم أن الرجل يعني قال حكما هكذا، حكما أدبية، لا، إنما سلك منهجا خاصا. ومن ثم قسمنا هذه الحكم إلى أقسام كما فعل علماؤنا جزاهم الله خيرا، وبوبوا أبوابا لها. وقلنا أن الباب الأول يمكن أن يندرج فيه ستة فصول. الباب الأول عنونا له عنوانا بالسير إلى الله تعالى أو بتوجيهات إلى الله عز وجل. إذن الباب الأول عنوانه توجيهات في السير إلى الله. الآن سيدي بن عطاء الله السكندري يتكلم مع من أراد أن يسلك الطريق، فأرشده بتوجيهات وإرشادات من كلام أهل العلم الذي استقاه يعني من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى سورة الفاتحة وإلى سر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا هذا الباب العظيم فيه ستة فصول. الفصل الأول مهيجات وبواعث ويعني معالم في السير إلى الله تعالى. لما بين لنا عظيم السير إلى الله أخذ يشوقنا
ويذكر منا البواعث التي تحرك ما في القلوب حتى نستقيم ونستيقظ من غفلتنا لنسلك الطريق إلى الله، لأن الإنسان في رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل أن يصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى معرفة الله تعالى، إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الفصل يبدأ من قوله: من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، وينتهي إلى الفصل أو الحكمة التي تتكلم عن الإخلاص، لما قال رحمه الله تعالى وتكلم عن الأعمال قال: وأرواحها سر وجود الإخلاص، الأعمال قائمة، أجسام قائمة وأرواحها سر الإخلاص فيها أو سر وجود الإخلاص. فإذا هذا الفصل يتحدث عن مهيجات وبواعث لسير إلى الله. بعد ذلك لما استأنس من هؤلاء المريدين والمريدات الذين سلكوا الطريق وقد تهيأت قلوبهم باستقبال الأنوار والأسرار من عند الله تعالى، أخبرك أنك لا يمكن لك أن تسير إلى الله تعالى بدون عزلة، فتكلم عن العزلات الضرورية. وهنا فصل ثاني يمكن أن يعنون بالعزلات المرحلية وبضرورتها في السير إلى الله، وقد بينا معنى العزلة ومعنى الخلوة، وقلنا بأنهم لا يقصدون أن نترك الدنيا وأن نترك أحوالنا لنسكن في الجبال، فبينا أن الصوم عزلة وأن الحج عزلة وإلى آخره، وهذا يمكن أن نرجع إلى الدروس الماضية. فتبدأ أو يبدأ هذا الفصل من قوله: في وجودك في أرض الخمول، وينتهي إلى آخر حكمة يتكلم عن من يعني أو أراد أن يحدث في غير في وقته، في غير وقته، وهي الحكمة التي تلي هذه الحكمة. هنا ينتهي الفصل الثاني، ثم سنرى بعون الله تعالى وسيتكلم عن فصل آخر في الفصل الثالث بآداب العزلة، بمعنى أنك تفرغت وتوجهت ومقامك حيث أقامك، فكيف ينبغي أن تتأدب مع الحضرة، والحضرة هي حضور القلب مع الله، هذا ما يقصدون بالحضرة. فهناك آداب في سلوك هذا الطريق، كما قلنا في محور خاص آداب السلوك إلى الله عز وجل. فإذا هذه الحكمة إنما تندرج في ماذا؟ في الفصل الثاني، في الفصل الثاني. فيتعجب سيدي ابن عطاء الله السكندري في هذه الفقرة كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء. قلنا هذه الباء هي باء الجر، أن الباء لها معاني كثيرة وتتعلق بها أحكام، ولهذا اختلف علماؤنا في قضية الوضوء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والخلاف يرجع إلى معنى الباء. بمعنى سيدي ابن عطاء الله السكندري يؤكد في الفقرة الأولى كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء، قال بأن الموجودات كلها تدل على الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون حجابا مانعا من معرفة الله تعالى ومشاهدته والإيمان به. قال كيف تحجبه الكائنات والأصل أن الأثر لا يحجب الله تعالى وإنما يعرف بالمؤثر. قال الأصل أن الكون يعرف بالمكون، وأن الأثر يدل على المؤثر، وأن المخلوقات تدل على الخالق سبحانه وتعالى. فإذا الكائنات لا يمكن أن تكون حجابا، وإنما نحن الذين حجبنا عن الله بضعف في إيماننا وبضعف في معرفتنا لله سبحانه وتعالى. السؤال: ما الفرق بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية في اللام والباء؟ فإذا في الفقرة الأولى الذي ظهر لكل شيء، سيدي ابن عطاء الله السكندري يريد أن يبين لنا بأن الكائنات إنما أوجدها الله سبحانه وتعالى، فوجودها بإيجاد الله عز وجل ودلالتها على الله من حيث الموجد لها. إذا صفة الوجود التي تتصف بها الكائنات ليست كصفة الوجود التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. تنبهنا إلى هذه المسألة،
فإذا وجود الكائنات مع وجود الله ووجود الخالق مع المخلوقات، وجود الله مع الكائنات ووجود الخالق مع المخلوقات، وجود الباقي مع الفاني. الكائنات وجدت من عدم، والله تعالى هو الأول بلا ابتداء، والكائنات إلى فناء وهو الآخر بلا انتهاء. ولهذا علماء العقيدة وقد نبهنا إلى هذا، تكلموا عن صفة الوجود، الصفة النفسية، علماء العقيدة تكلموا عن هذا. ونحن الآن نبحث عن العقيدة من حيث الشهود، من حيث المعرفة، أما علماء العقيدة فقد بحثوا عن هذا الأمر من حيث الحكم العقلي. قسموا هذا الأمر إلى ثلاثة: ما يجب لله عز وجل، تسمى عندهم بالواجبات، والجائزات والمستحيلات. ما معنى الواجبات؟ وهذا يكون في الحكم العقلي، عندنا الحكم العقلي وعندنا الحكم الشرعي وعندنا الحكم العادي. سبقا أن بينا هذا، بمعنى إذا حكمت، لأن قالوا الأمر هو إثبات، أو الحكم عفوا، إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. الأمر إثبات أمر عن أمر أو نفي أمر عن أمر. فإذا قلت العالم حادث، العالم مخلوق حادث، الحادث هو الذي سبق بالعدم، وقلت الله ليس بحادث، فقولي العالم حادث أثبت أمرا الذي هو الحدود لأمر للعالم، والعالم ما سوى الله، هذه كائنات ما سوى الله. ونفيت الحدود في قولي الله ليس بحادث عن أمر عن الله عز وجل، إثبات ونفي. ففي الإثبات وفي النفي احتكم إلى ماذا؟ إلى العقل. فلهذا سمي بالحكم العقلي، وحكم لا العقلي قضية بلا، كما قال سيد ابن عاشر رحمه الله. إذا قلت الصلوات الخمس واجبة، الظهر واجب، العصر كذلك، الصيام واجب، الكتاب والسنة، ماذا يسمى هذا؟ بالحكم الشرعي، يعني استندت على الحكم الشرعي، رجعت إلى الحكم الشرعي. والحكم العادي الذي يستند إلى التجربة والتكرار، مثلا الإنسان إذا أكل فإنه يشعر بالشبع، هذا حكم عادي يعرفه الإنسان بالتجربة، وقد تتخلف العادة، الإنسان يأكل ولا يشعر بالشبع، كما أن النار تحرق، هذا حكم عادي بالتجربة، ولكنها قد تتخلف بإذن الله تعالى، كما في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأن الأمر بيد الله عز وجل. إذا علماء العقيدة بحثوا من هذا الجانب، من حيث العقل، من حيث الحكم العقلي، فقالوا ما يجب لله وما يستحيل في حق الله تعالى، لا يمكن أن يوصف به الله تعالى بالنقص مثلا، وما ينبغي أن يوصف به تعالى من صفات الكمال والجلال، وما هو جائز في حق الله تعالى. فمثلا يجوز الله سبحانه وتعالى أن يخلق ولا يخلق، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، فالله تعالى يجوز أن يخلق، يجوز في حقه، إذا أراد أن يخلق فإنه يخلق، وإذا أراد أن لا يخلق فإنه يفعل ما، يعني يفعل ما يريد. فإذا أقسام عندهم ثلاثة من حيث الحكم العقلي، ثم تتبع هذه الصفات علماء السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، فأوصلوها إلى 20 صفة، وبعضهم أقل من ذلك، هذا عند المتأخرين، لكنهم يتفقون أن الله تعالى يوصف بأكثر من ذلك، ولكن هذه الذي دلت عليها النصوص. فنحن لا نعرف الله تعالى بذاته، وإنما نعرفه بصفاته من خلال الوحي، من خلال القرآن والسنة. فإذا هذه الصفات ترجع إلى صفات نفسية وصفات سلبية وصفات المعاني وصفات معنوية، لا يهمنا الآن، نحن لا ندرس الآن علم العقيدة، لكن الذي يهمني الصفات النفسية هي الوجود، صفة واحدة وهي الوجود، أي نفس الذات، نفسية ليست يعني هي نفس الذات، هذه مصطلحات من باب التقريب، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندما تسمعنا الذات لا يخطر ببالكم الجسم، والله تعالى ليس كمثل البشر، وإنما عندما يقولون ذاته أي حقيقته سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود، أي نفس الذات. هذه مباحث تدرس عند علماء العقيدة. فسيد ابن عطاء الله السكندري يريد أن يبين أن الله تعالى ظهر لكل شيء، ثم بعد ذلك انتقل، قال ظهر بكل شيء. معنى الكلام أن كل شيء بعد وجوده ينهض بوظيفة قدسية جليلة عظيمة، وهذه الوظيفة ترتبط بمصالح الناس. يقولون الآن
بالحياة الإنسانية. هذا التعبير من حيث اللغة عندي فيه نظر. إذا ترتبط بماذا؟ بحياة الإنسان، بمصالحه. فإذا هذه الدلالات دلالة الله سبحانه وتعالى ارتبطت بالواسطة، بالحركات التي تجلت، بالحركات الهادفة المقصودة المضبوطة بالمصالح، والتي يسميها علماء العقيدة بالعلة الغائية. وقد أشرت إلى هذا يعني في الحصة الماضية لما تكلمنا عن الأدلة العقلية التي استند إليها علماء السنة والجماعة. فعندهم القاعدة: إن كنت ناقلا فصحها أو مدعيا فالدليل. عندما يناقشون يعني المؤمنين والذين امتلأت قلوبهم بالتوحيد والإيمان، فإنهم يذكرون الكتاب والسنة، يذكرون القرآن والسنة. ولكن عندما يناقشون يعني الذين جحدوا ربوبية الله أو ألوهية الله سبحانه وتعالى، فيحتاجون إلى أدلة منطقية عقلية، لأننا دائما عندما نختلف نرجع إلى برهان، وهذا البرهان يحتاج إلى برهان. قد ذكرت مثالا لذلك، إذا اختلفنا مثلا في ميزان أو في قدر بضاعة معينة، مثلا الواحد منا يقول تزين كذا وكذا، والآخر يقول تزين كذا وكذا، فإننا نرجع إلى الميزان. هذا الميزان هو الفاصل، فالميزان نفسه لا يحتاج إلى برهان، هو برهان يعني نحتج به ونحتكم إليه. فإذا ذكروا بعض المصطلحات أذكرها ولا أفصلها لأننا تكلمنا عن هذا: بطلان الرجحان بدون مرجح، ذكرت الأمثلة على هذا، بطلان، ذكرنا بطلان التسلسل، بطلان الدوري، ثم ذكرنا العلة الغائية، وذكرت المثال إن كنتن تذكرن ذلك الرجل الذي يدخل مثلا إلى المطار ويحمل حقائبه، ثم يجد الباب قد فتح له فيتعجب كيف وقع هذا، يظن أن الأمر وقع هكذا بالمصادفة، ثم بعد ذلك يلتفت ويرى أن الأمر صمم بإتقان، لأن الناس رأوا بأن الرجل يحمل حقائبه ويحمل متاعه ولا يجد يعني كيف يفتح الباب، فلهذا هيأوا له هذا الأمر، فيرجع ويعلم أن حكمة في فتح هذا الباب، أن الذين وضعوا هذا لهم إرادة ولهم علم ولهم إدراك، فلهذا وضعوا هذا. فإذا العلة الغائية أننا عندما نجد صنع الخلق، نجد حكمة الخلق، نجد إتقان الخلق، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على علم الله وعلى حكمة الله وعلى قدرة الله وعلى قهر الله سبحانه وتعالى، وكذلك يدل على أنه الواحد. هذه العلة الغائية، فلهذا ظهر بكل شيء. We'll be right back.